الجديد هو في انتشال طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 5 شهداء من منزل عائلة ظهير الذي تعرض للقصف الإسرائيلي فجر اليوم في منطقة خربة العدس، وبالتالي تكون حصيلة هذا المنزل 9 شهداء وإصابة العشرات بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار. أيضا كذلك هناك كانت غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الحمايدة في منطقة الشابورة وسط مدينة رفح، ولم تسفر عن وقوع أي من الإصابات، وإنما أحدثت أضرار كبيرة في المنزل وأيضا أضرار في المنازل المجاورة. أيضا صباح اليوم كانت هناك غارة إسرائيلية بالقرب من بوابة صلاح الدين بالقرب من الشريط الحدودي ما بين قطاع غزة ومصر، وأسفر ذلك عن تدمير المنزل بشكل كامل وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم تحويل الجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار. أيضا ترافق هذا وتزامن مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. أيضا بالأمس كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح، واستهدفت الغارات منزلين ومزرعة للدواجن وأراضي على الشريط الحدودي، وهذه الغارات جميعها أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وتم تحويل الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار. هناك تسجيل لارتفاع في حدة الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح في ظل استمرار للتهديدات الإسرائيلية المستمرة بالقيام بعملية واسعة في هذه المدينة المكتظة بالسكان والمكتظة بالنازحين، وبالتالي هناك حالة من الخوف والقلق في صفوف المواطنين والنازحين في هذه المحافظة التي تتعرض للغارات الإسرائيلية بصورة مستمرة. أيضا في مدينة خان يونس أيضا هي مسرح لعمليات الجيش الإسرائيلي، فقد يعني شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من محافظة خان يونس، سواء في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محيط مستشفى غزة الأوروبي، على بلدة خزاعة وعبسان وأيضا بني سهيلة. أيضا في المنطقة الشمالية من محافظة خان يونس كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على بلدة القرارة واستهداف أراضي زراعية وأراضي مفتوحة. أيضا وسط مدينة خان يونس هناك استمرار لعملية التوغل الإسرائيلية في محيط مجمع ناصر الطبي والمخيم الغربي من محافظة خان يونس وحي الياباني. أيضا هناك سلسلة من الغارات والعمليات الجيش الإسرائيلي. أيضا هناك حصار لمستشفى ناصر الطبي، ووفق الأنباء الأولية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع ناصر الطبي وقام بإخلاء هذا المرضى والأطباء والنازحين، وقام باعتقال عدد من المواطنين، لكن لم نتمكن من التأكيد من هذه المعلومة لعدم أو لصعوبة التواصل مع محافظة خان يونس جراء انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت منذ أكثر من 70 يوما منذ أن وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في محافظة خان يونس. أيضا في المنطقة الجنوبية من محافظة خان يونس كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على منطقة البطن السمين وعلى منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان، وهذه المناطق استهدفت أراضي زراعية ومناطق مفتوحة في تلك المنطقة. أيضا هناك حصار لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبعد إخلائه من المرضى والأطباء وأيضا النازحين، وبالتالي تكون مشافي محافظة خان يونس خرجت عن الخدمة بشكل كامل، وبالتالي أكثر من 300,000 مواطن في مواصي خان يونس بلا رعاية صحية، وهذا سيزيد ويعمق الأزمة الإنسانية في محافظة خان يونس بعد خروج مشافي محافظة خان يونس عن الخدمة. أيضا بالأمس كان هناك انتشال لجثامين عدد من الشهداء من محافظة خان يونس وخاصة من مواصي خان يونس
يونس بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي يعني خيمة للنازحين، وأسفر ذلك عن استشهاد 12 شهيدا وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. إذن الحال كما هو عليه في هذه المحافظتين، محافظة خان يونس ومحافظة رفح، هو استمرار للغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المستمر على محافظة قطاع غزة.